السلام عليكم، مرحبا بكم في لاباج تاع لو سيرفيس انستيزي دو رانيماسيون، مصلحة الإنعاش والتخدير تاع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في زرع الأعضاء والانسجاب بولاية البليدة. اليوم قبل ما نهضروا اون فيت، راني حاب نحيي زملائي في لو سيرفيس دي زورجونس ميديكو شيروجيكال، مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى الجامعي للبوليدة فرانس فانون، كي فون ان ترافاي ريماركاب، واللي كانوا هما الاولين اللي كانوا معرضين لهذا الفيروس، واللي كانوا الاولين اللي استقبلوا الحالات الخطيره. حبيت جو لو روندر ان اوماج، حبيت قبل نحييهم على روح المسؤوليه تاعهم، على كاع واش خدموا باش يسيو يوعيو الشعب، خاصه دكتور بود هدير ودكتور ميهوب كي اون في دي فيديو. اليوم راح نديرو اون فيديو نون با باش نعلقوا على واش قالوا، ولا باش سورانشيري، يعني باش نزيدوا على كلامهم، لكن تو سامبلومون رانا في اليوم الاول من الحجر الصحي لولايه البليده، اي حنا ك اختصاصيين في التخدير والانعاش، حنا اللي رانا نستقبلوا في الحالات الخطيره. شفنا بلي كاين فيه نوع من اللامبالاه ولا وعي من طرف فئه من الشعب، سدي بالك ما فهموش لو ميساج، بالك فيه طريقه واحده اخرى باش نلحقوا لهم هذا لو ميساج ربما. اي سي سكون فا ايسي دو فير ان سيكو اجوردي، اون فا نسيو كيفاش نهضروا في اللغه تفهموها، وكيفاش نعطيو لكم معلومات دقيقه وباينه على هذا الفيروس، باش نحاولوا كيفاش انصومبل نفهموا مدى ضروره جوستومون الحجر الصحي، مدى ضروره الوقايه، وما هي قيمة العلاج في مثل هذه الحالات. وشنو الكورونا فيروس؟ قبل كل شيء هو فيروس. وشنو الفرق بين الفيروس ولا بكتيري؟ البكتيريا عندها كاع المستلزمات نتاعها باش تخدم وحدها، وش يفيدها في حياتها باش تقدر تتكاثر وباش تقدر تعيش كيما خلايا الانسان اكزاكتومون. الفيروس هو لازم متطفل، هو لازم له خليه اللي تخدم في بلاصتو، فنيان شويه، دونك باش يتكاثر لازم يدخل داخل الخليه، وفي الخليه هذيك راح يستعمل كاع الادوات اللي كاين داخل الخليه هذيه باش جوستومون يعاودوا يخدموا له لو ميساج نتاعو، باش يعاودوا يخدموا له ان تي بو لو جينوم نتاعو باش يتكاثر، يخدموا له لا كوك تاعو، تخدم له دونك راح يسخر البكتيريا هذه اللي خدمه تاعو، اللي خدمه التكاثر نتاعو. الكورونا فيروس هذا سي ان فيروس اي ار ان حمض ريبي نووي، اللي باش يتكاثر جوستومون يسحق بعض الانزيمات، بعض البروتينات اللي كاين داخل الخليه، دونك راح يدخل داخل الخليه راح يسخر هذوك الانزيمات كاع باش يعاودوا يخدموا وباش يتكاثر، باش يديروا له الغلاف تاعو ويخرج. لكن كي يدخل داخل الخليه فيكو يسخر الاليات اللي لازم الحياه نتاع هذه البكتيريا باش هو برك يتكاثر، راح يخلي موراه اعراض على الخليه هذه، وراح الخليه هذه تبدا تموت وحدها. اي سي سكي اريف جوستومون مع الكورونا فيروس هذا، كي va attaquer هذوك الخلايا تاع التنفس والخلايا تاع المناعه. alors est-ce que le coronavirus هذا فيروس جديد؟ لا، كورونا فيروس هذا ماهوش فيروس جديد. كورونا فيروس بزاف سكان الارض تلاقاو به وداروا جوست اون بوتيت غريب، عرفناه بصفة خاصة في سنة 2003 نهار اللي جات لا ليبيديمي تاع لو سارس، لو سارس اللي كانت ادات بحياة اكثر من 770 شخص، 774 بوغ اتر اكزاكت، وكانت لحقت الجزائر راكم شايفين. في 2012 عاودنا تلاقينا بان اوتر كورونا فيروس لو ميرس، ميرس كوف، هذا سي لو سيندروم ريسبيراتوار دو موين اوريون. الى كنتو شايفين في 2012 بعد من الحجاج نتاعنا اللي ولاو من البقاع المقدسه، بعد عمره ولا بعد حج، كانوا قاعتيك فاشي قاعتيك، مي بعض منهم داروا مشاكل تنفسيه، وهذا تاين كان ادى الى وفاه قريب من 450 انسان على سطح الارض. دونك
ماشي اول مره نتلاقاو به لو فيروس هذايا، معروف جدا على بها. شفتوا بعض لي فيديو تاع لي كومبلوتيست هذوك اللي قال لك كومون سيتيل في لي جيل تاعنا في 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 بعض لي برودوي دو ديزانفيكتون ولا بعد على بعض لي بواط نتاع لو صابون. Comment se fait-il qu'on retrouve les hadaïrdé à le coronavirus alors que la boîte de savon a des chérito ou la terre de gel douche ou la chérita fait m'khdouma fait le film ou se partage ou à le coronavirus bda fait décembre le film ou se partage? Ben non, tout simplement parce que les marques chef ou fait haf le film ou déjà blé et c'était la bonne pioche hein, pour faire un petit peu vendre leur produit et puis n'ont pas changé l'étiquette tout simplement. Donc mais quand tu as complot virus هذا ماهوش جديد virus هذا راهو معروف من زمان واش اللي جديد فيه c'est justement had الطفره جديده اللي رانا نتلاقاو بها actuellement d'ailleurs في كي بدا في الصين في اوائل décembre ben le nom l'oulani اللي مدوا له les chinois c'était SARS CoV-2, hein, justement, tawazim a le SARS à Elfinutleta, parce que kif-kif, à la benne de c'était un coronavirus, ou à la benne de l'Aratanafoussia Kabul Kulche. Donc, on s'est dit, c'est peut-être un autre SARS-CoV, les ben, mais, بعد تحريات qui بدأ ينتشر, ben, on s'est rendu compte, بلي هذا, contrairement au SARS-CoV-2, ben, qui était beaucoup plus mortel qu'un يقتل بصفة أكبر من coronavirus تاع هذا العام تاع 2019 من كوفيد 2019. Contrairement هذاك le SARS, ben, le SARS كان يعدي أقل. Donc هذا هو المشكل نتاع le كوفيد 2019. Donc تقولوا لنا وعلاش 2003 ماشي كل الدول العالم تقاست comparativement à maintenant, ben, c'est que le nouveau virus, enfin nouveau virus entre guillemets, hada yahdi bisifa akbar ou bisifa plus agressif, yani donc mtashar bisifa akbar ou casse beaucoup plus de population, donc il a induit énormément plus de décès en nombre. Qui fèche yahdi le coronavirus, ben, tout simplement qui قتل comme هو يدخل préférentiellement في الخلايا التنفسية et qui يتكاثر بزاف il va faire éclater هذه الخلايا التنفسية باش يخرج الى الخارج ويقتلها et donc يخرج الخارج il va se retrouver à l'intérieur des poumons ou qui يكون الانسان يهدر ولا qui يكون الانسان يسعف ولا qui يكون الانسان يعطس ولا justement يتنفس برك الهواء هذاك اللي يخرج من لي بومون تاعو راح يخرج معبأ بالكورونا فيروس هذا و او نيفو دو لا بوش راح يتخلط شويه مع الـ مع الـ مع اللعاب نتاعنا اي كونط اون بار اون بوسيون توس نتلقوا كايتيك بعض الحبيبات من اللعاب وهذوك الحبيبات الصغار هذوك تاع اللعاب راح تكون معمره بلو فيروس و لو فيروس هذا يفا سوتروفي سور دي سيرفاس يل فا سيرفيف سور دي سيرفاس d'hérich des modes plus ou moins tôt ça dépend la nature de la surface donc qui fait nous pouvons nadir un insecte ben il a pu nous la قعدنا نهضروا معاه احنا مرض وهو على اقل من متر من فمنا ben tout simplement اللعاب هذاك الحبيبات نتاع اللعاب راح يجوزوا من فمنا directement في فمو ولا directement في نيفو وراح يتنفسهم وراح يمرض كيفاش نقدروا نكونتامينيو الناس الثانيه تما تو سامبلومون حنايا مرض اي اون توش اون بواني ولا اون توش اون سيرفاس وحنا نمشوا زرانا ركبنا في البيس وحنايا مرض و اون ا توشي اون بواني ولا اون بار هكذا تكينا عليها اي بي اون ديسوندو بيس اي بي جوسكا 4 5 6 اور ابري نو مجمع واحد طلع ويتوشي هذيك لا بار با يحيد معاه لو فيروس في يدو اي ا لوكازيون دان ان غراتاج ولا يحك نيفو ولا يحك عينيه ولا ياكل بيديه بلا ما يغسلهم با لو فيروس هذا يفا باسي دون لو كور اي يفا كونتاميني لا بيرسون ان فاس دونك كي اسك كي نلبس الكمامه راح تقيني من لو فيروس با نو تو سامبلومون كمامه راح تخلي واحد مريض ما يخرجش هذاك اللعاب تاعو ويحجزو تحجر الكمامه لكن واحد ماشي مريض يلبس الكمامه يبقى سكونتاميني بلوس افيك سي مان دونك لو لافاج دي مان غسل اليدين هو احسن وطريقه وقائيه ضد الفيروس هذا و اون فوا كو نتكونتاميناو حنايا ما هي الاعراض ما نقدروا نقعدوا تري لونتون
سون اوكين سيمتوم حتى 14 يوم باسكو لازم الوقت باش يتكاثر في الخلايا تاعنا هذا الفيروس نقدروا نقعدوا حتى 14 يوم وكاين دي زيتود اللي يقول لك لو دوبل دونك حتى 28 يوم نقدروا نقعدوا بدون اعراض العارض الاول اللي بان سي لا فيفر الحمى حمى كي عاليه معها ان تي بو دو فاتيك معها بارفو اون دياري دي ارترالجي بارفو اون تي دولور في اون ديسفاجي كي نبلع عندي 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 صدر ارترالجي سا يدير صدر في في لي ارتيكولاسيون تاعي مي سي سورتو لا فاتيك سورتو السعله هذيك الكحه والكحه هذه ما في ما فيهاش سيلان الانف دونك ما فيهاش هذيك الحشاكم الخنونه هذيك اللي تخرج سي تو كي سيش ما تخرجش معها من خامي هكذاك توت سعله وخلاص مع الحمى مع اون سونساسيون دو فاتيك كي ايمونس نعياو بزاف تمتم اي بي ديك نبدا نمشي شويه 4 5 6 متر نبدا نلهت نبدا نحس بلي جاي اون جين في التنفس هادو هما الاعراض لي بلو ريبوندو بصح قلت لكم المشكل ما راهوش في الناس اللي عندها الاعراض الناس اللي عندها الاعراض اون بو لي ديتيكتي سي كو 60% من الحالات حتى 60% من الحالات سا ديبون دي زيتود الانسان يكون مريض لكن ما عنده حتى عرض ما عنده حتى ما عنده اوكان سين كي مونتر بلي لي مالاد وهادو هما لي جون لي بلو دانجورو في لا سوسيتي باسكو تو سامبلومون راك قاعد مع باباك انت راك مريض باباك اللي ديابيتيك اللي هيبر طونجو في عمرو 70 سنه في عمرو 60 سنه اللي فراجيل اي بي انت راك قاعد تضحك معاه راك تكسر معاه راك لاباس عليك مي انت اونتخ تو راك تقتل فيه وما راكش جايب خبر باسكو تو سامبلومون راك تعدي فيه راك تلصق له لو فيروس الاعمار بيد الله داكور مسحق لك السبب يا عبدي لهذا السبب لازم الواحد ياخذ الاحتياطات اللازمه لازم واحد يكون اون كونفينمون لازم واحد يحط روحه في الحجر تو سامبلومون باش اولا يسي بروتيج لي لا ماراهوش مريض ما يكونش اون كونتاكت مع انسان مريض يقدر يعديه و الا ما كان هو مريض جوستومون بور ايفيتي ما يعدي الناس اللي حواليه باش هذا الفيروس نقدر نحتويه الوغ علاش لازم on contrôle justement le nombre de malades qui sont contaminés. Ben, on a deux exemples, vous allez comprendre très rapidement. On a deux exemples, où est-ce que en Chine, je vais vous montrer où est-ce que c'est en Chine. Ben, en Chine, quand ils déroulent les cas, quand ils bannent les cas, ben, ils se sont rendus compte que très souvent, il y avait كان عندهم بزاف من الناس اللي كانوا مرض وما عندهمش مازال ما داروش الاعراض تاعهم دونك لي كان اللي كانوا هما يرسونسيوهم كانوا فريمون انفيريور ا لا رياليتي دونك ils se sont fait rapidement dépasser نعطي لكم vous allez voir sur une courbe le 21 janvier par exemple le 21 janvier la Chine la ville هذيك تاع ووهان لقاو براتيكمون اون سنتين دو نوفو كا 100 حالة جديدة لكن في الحقيقة هما كانوا 1500 حالة جديدة كي نون با ايتي ديبيستي باسكو تو سامبلومون ما كان عندهم حتى عرض الوغ بالعقل بالعقل لا شين بداو ينتبهوا بلي انو لي كا اللي راهم اسيمتوماتيك وما ديبيستاوهمش وما قدروش يديروا لهم لو دياغنوستيك ايتي بوكو بلوز امبورطون كو لو دياغنوستيك اللي كانوا يديروه دونك رابيدمون خداو لا ديسيزيون جوستومون دو ميتر ان كونفينمون لا فيل دو ووان وماشي غير لا فيل دو ووان باسكو تو سامبلومون توت لي فيل كي اونتور ووان اونت ايتي ميز ان كونفينمون في كاع لا ريجيون هاديك كاع لا ريجيون تاع اوبي qui compte pratiquement les faire 6 millions de nesama, ben ils ont mis 6 millions de nesama à dire tout le hadam. Ou le chef, ben le chef tout simplement que contrairement au Westrafi One, où il parle le nombre de cas très rapidement selon une courbe exponentielle, avec comme la courbe exponentielle, elle dit le delal oussiya, tibda blaqal, on va être là en flèche, là à la verticale. Ben, Homa ou Jdero, ben tout simplement, ils se sont rendus compte que Fi One, où il parle طولوا باش خداو الاجراءات الوقائيه ونداروا الحجر الصحي وكاعيتك با لا كوب طلعت اون فلاش كونتريرمون لي فيل افوازينونت المدن اللي قدام وان في لا ميم سيركونسكريبسيون با لي شيفر قعدوا براتيكمون ا لوريزونتال هذيك لا كوب اكسبونونسيال هذيك الدائره الاسيه ما صراتش قعدت الخط براتيكمون اوريزونتال بالعقل لو نومبر دو كا بار جور اللي كانوا عندهم قعدوا تري 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 ستابل وقدروا يسيطروا عليهم اي زون با في ديبوردي جوستومون لو سيستيم دو سانتي ما ديباسوش
les capacités les hôpitaux تاعهم في هذ les villes avoisinantes. Et ça, ماشي هذه المرة الأولانية اللي on le remarque. نقدروا نهضروا على الحمى القلاعية, الحمى plutôt الإسبانية pardon, qui avait sévi en 1918 في les États-Unis. Ben, qu'il y a une courbe qui va vous expliquer tout ça. Ben, c'est la courbe entre Philadelphie, ta Philadelphia, مقارنة مع la courbe مع الدالة نتاع Saint-Louis. Où sera, ben, tout simplement, la même période, Saint-Louis qui peut être le Houma, l'Espagne ou je ils ont annulé les festivités, حبسوا جميع التظاهرات الاحتفالية والعامة, غلقوا les cinémas, ils ont arrêté, enfin les cinémas, entre parenthèses, غلقوا les théâtres, etc. Et par contre, à côté, Philadelphie, au lieu de faire la même chose, ils ont autorisé un festival à avoir lieu. Donc, داروا الحفلة, Allah Allah, ils sont bien mélangés, etc. Et puis, le nombre de cas qui est resté, qui est apparu, Philadelphie, selon la courbe exponentielle, il a atteint rapidement un pic très élevé. Et Philadelphie sera observé loi Fayette parce que tout simplement, les gens ne trouvaient plus de place Fayette. Contrairement à eux, à côté, Saint-Louis, ben, étant donné que à l'époque c'était pas encore le Hajar al-Sahi, mais c'est de là qu'est né le Hajar al-Sahi, ben, étant donné que bon, le Hajar al-Sahi moderne, hein, parce que la quarantaine existe depuis l'Antiquité. Donc, étant donné que Houma Daru, justement, ils ont arrêté toutes les festivités, les rassemblements sociaux, ben, tout simplement, le nombre de décès, le nombre de nouveaux cas est resté remarquablement stable. Mais ben, tout simplement, si la main de l'ouche l'ouïkaya kimaïlzem, rapidement, les cas, Fulgazaïr, راحين يطلعوا وراحين نلحقوا rapidement au pic, le pic نتاع ليكا, le pic épidémique نتاعنا, et tout simplement on va avoir un nombre de malades qui va largement dépasser et très vite les capacités sanitaires نتاع le bled. C'est le cas partout في الدنيا, peu importe le nombre de lits qu'on aura, on va rapidement dépasser le nombre de lits, et un lit sans médecin il sert absolument à rien. Alors que si on fait donc le wiqaya kimaïlzem, il a kulwahad i'asrohu, yihmirohu, yihmiwalde, redwa, il a ishaqhu wa plasa fil mustashfa, ben il aura beaucoup plus de chances à trouver la place parce que tout simplement la courbe a rhtaqad taht les capacités nta' al-bled en matière de soins, et tout simplement tous les cas lihin lihqou l'hôpital rahin yqdrou yistfadou men les soins dans les meilleurs délais, dans les meilleurs des cas, avec tous les soins et les cas l'inaye li yelzemlhom. Maintenant, est-ce que kayen un traitement remède, donc li rah yihmina, donc ما نخافوش من المرض, المرض انا رحنا كاين دواء راح يداوينا في المية, لا لا ولا الناس ما فهمتش واش قال لو مينيستر, غير مال انتربريتي, لا بريس اوسي ا موديفيي بوكو دو سكي ا ايتي دي, ضخمت بزاف في الحاله. كاين دي بروتوكول راهم اليسي اكتويلمون في الدنيا في العالم, من بين هاد لي بروتوكول كاين واحد كي افي بارلي دو لي بوندون تري لونتان, c'est le protocole qui fait le plaquénil, hein? le fameux traitement هذايا ما راهش جديد, نعرفوه, عنده 70 سنه من اوبتوكير, وما اوبتوكيرش الكورونا, il a été inventé pour une autre maladie, le malaria, hein, المرض هذا يعرفوه بزاف ناسنا في دمنا راسه في جانيت, parce que تما عندنا des cas de malaria importée, et à cause des moustiques ou gaétiques, les immigrants africains, donc il y a un peu de temps, et puis il y a un peu de temps, il y a un malade rhumatisme et mousmina, parce qu'ils charbent, parce qu'ils ont des réactions inflammatoires. Alors, le plaquénil, est-ce qu'il y a des mieflemias? Là, mais il y a des mieflemias, une réponse positive. La seule étude qui a été faite,
pour le moment في فرنسا qui a été publié تاع justement هذاك le l'infectiologue Raoult تاع Marseille et un apporté que sur 20 malades 20 شخص برك اللي شربوه ودار لي تيتا على 20 شخص هذوما est-ce que نقدروا نعموا من 20 شخص الى شحال رانا اكثر من 100,000 مصاب في العالم c'est pas possible هذا العلم الاحصائيات يقول لك ما نقدروش ناخذوا واش شاهدنا على 20 شخص ونقولوا باللي واش مشى مع 20 شخص هادو ما راح يمشي مع المجتمع كومبلي زيد الى اضافه الى ذلك عنده اعراض جانبيه كبيره بزاف يقدر يتوشي لاغيتين يقدر يرجعكم عامين يتوشي القلب دون دي ميوكارديت يتوشي لو فوا يتوشي بزاف اعضاء دونك في بعض الاحيان لو ميديكامون هذا الي بلو دونجورو على المريض كو بالك لو فيروس بالك تسلف من الفيروس مي هذا يقدر يقتلك فاسيلمون دونك ما ننصحكمش تروحوا تشريوه وتشربوه وحدكم وما ننصحكمش تقولوا بلي باسكو كاين دواء هدايا انا اوني تيغي دافير لي زيتازوني راهم خداو دواء هدايا وبداو يخدموا به سا ليزا با امبيشي جوستومون اليوم دافوار 600 وفاة في نهار اليوم عندنا 24 مارس 2020 عندهم اليوم 600 مور enregistré sur tout le territoire national. Donc le médicament Wahdo, il va donner des chances supplémentaires. Les chances le mariage de s'en sortir. On se met chez n'importe quel malade. C'est des malades qui sont bien définis. Les amis qu'on fait marhalam taqdima min al marad. Et d'un autre côté, les malades, mais je suis qu'on a justement quelques contre-indications qui m'a marad min qalbhom, etc., etc. Donc, kain dwa, c'est une bonne chose. حاجه نتفائلوا بها بالخير راح الدواء هذايا بصح ما يقدروش نمدوه لكاع الناس ودواء وحده ما راحش يكفي كما شفنا اليوم في الولايات المتحده 600 نموت الوغ كو راهم يخدموا بلو بلاكينيل دواء وحده هذا ما يقدرش نتكلوا عليه وحده ما نقدروش نقولوا كي كاين دواء نقدروا نخرجوا ونقدروا نتجاهلوا جوستومون الوقايه علاش الوقايه بان عاود نفكروا ونعاود نهضروا عليها با تو سامبلومون اولا باش نحمي روحي باش نحمي بابا ويما باش نحمي خاوتي وخواتاتي باش نحمي احبابي وصحابي والناس اللي نحبهم هذه الاولى والثانيه با تو سامبلومون باش نحمي نفسي من الناس اللي راهي مرض على خاطرش خويا ما راهوش يبان لي مريض ما حبش يقول بلي خويا ماهوش حامل خويا ما داش الاعراض ما حبش يقول بلي انا الى كونتاميناني انا ما راحش ندير هاد الاعراض و الحاجة la plus importante ناخذ بهاد لي ميزور تاع لا بريفونسيون تاع الوقاية وناخذ بهاد الحجر الصحي تو سامبلومون باش إلى غدوة أنا ولا بابا نسحقوا بلاصة في المستشفى لا قدر الله بعيد الشر علينا هاد البلاصة راح تكون واجدة بوغ تو الموند لازم نفهموا كلنا بلي اليوم الشعب الجزائري راهو قدام مفترق الطرق يا نروحوا كاع كيما رانا إلى بر الأمان Oui, le peuple dans ce cas-là sera le héros. Les médecins et le corps médical, on est en train de les applaudir en Europe. Ça, c'est vrai. Nous sommes dit que les gens ont fait le wedge, ils ont fait le nefsom, ils ont fait le nefsom. كل شيء راهو بين يديه ماهوش بين يدي عمال الصحة راهو بين يديكم يا شعب يا غدوة تاخذوا لو بون فيراج ونروحوا الى بر السلام يا راح تاخذوا بينا لو موفي فيراج وراح نروحوا كاع للتهلكه كيما رانا وهذاك النهار ما راحش يكفيو الجهود نتاعنا وما راحش يكفيو ليغويزم اي لو باتريوتيزم اللي عندنا ما راحش يكفي باش جوستومون باش نقابلوا واش راهو جاينا زيد لو ميساج راكم تبعتوه الى عمال الصحه اللي راهم يحطوا روحهم في خطر كيف هو يحط روحه في خطر يحط روحه في عزله ما يشوفش ولادو مده 10 ايام 15 يوم باسكو يخاف يعديهم بالفيروس و اون كونتر بارتي يشوف الناس برا تضارب على كيلو سميد شيء فريمون مؤسف الناس كيفاش يتعرض في روحها اي لازم نفهموا كاع كيما رانا باللي راهي مسؤولية الجميع ماهيش مسؤولية لا لو مينيستر لا لو بريزيدون لا لو ميدسان وحدو با
باسكو وحدهم ما راح يقدروا يديروا والو. ما هيش مسؤوليه الشرطي يجي يجري وراك كل خمس دقائق ويقول لك دخل لدارك، ما راهوش لاتي غير هذاك الشيء. ما هيش مسؤوليه لو جندارم يجي يجري وراك كل خمس دقائق ويقول لك ادخل لدارك، باسكو هذاك الشيء ثاني الى دوتر شوز افير كي سون بوكو بلوز امبورطونت كو سا. يا نوعيو روحنا كاع كيما رانا، يا نفهموا قيمه حياتنا ويا ناخذوا بقيمه حياتنا كاع كيما رانا، يا رايحين نقرضوا كاع كيما رانا. اليوم الخيار راهو بين يديكم. À vous de choisir. Salam alaikum.